مغامرات أرنوب المتعاون. اجتمعت الحيوانات الديك والكلب والقطة وقالوا: هيا بنا نقيم حفلا. قالت القطة لأرنوب: تعاون معنا واشترك في الحفل. قال أرنوب: أنا مشغول، لا أريد الاشتراك في الحفل. صنعت ديك الطعام، وعلقت القطة الأعلام الملونة، وأحضر الكلب الكاميرا. جلس أرنوب وحيدا في بيته، وشاهد الجميع يتعاونون. فكر أرنوب وقال: ليتني تعاونت معهم. قالت القطة للكلب: هيا التقط لنا صورة جميلة. قال الكلب: لا، أنا أريد الظهور في الصورة. قالت القطة للديك: التقط أنت الصورة. رد الديك: ليس عندي يد لأمسك بها الكاميرا. أقبل أرنوب وقال: أنا أتعاون معكم وألتقط لكم الصورة. استمتع الجميع بالحفل لأنهم تعاونوا جميعاً.